الموتوسيكلات بنوسع طريق للموكب. الطريق خالي يا باشا. مساء الخير يا زومل. مين؟ سانكر؟ ايه يا اوسي؟ مفيش اهلا وسهلا، وحشتوني. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا يا رجاله. محدش يخش عليا كده بقلاضيش واقول له اهلا وسهلا وارحب بيه. بقى دول قلاضيش برضو؟ يا راجل كلك نظر. بقى الوشوش السمحة البريئة دي يتقال على أصحابها قلاضيش؟ الله 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 الله، جرى يا عرب؟ أنت نسيتني ولا إيه؟ ده أنا عنتر ودول برضو معانا. آه، وساعتك بقى سانكر جايبهم لي أعمل بيهم إيه؟ عموماً إحنا مش هنعمل لك إزعاج. وادي عنتر. نعمين يا معلمنا. خد الرجالة واطلع اقعد بيهم على السطوح وسيبني مع حبيبي شوية. وجب يا معلمنا. انا برضو شايف قاعده بره زي الفل. يلا ولاد ورايا. خن محندق وعلى القد. دستور على الله ما يكونش في حريم في المطرح. سانكر لم نفسك، انا قدامي 5 دقايق واخش اكمل نومي. تكمل نومك؟ هو احنا قلقنا نوم سعادتك؟ اخص علينا. سانكر! ايه يا اوصي؟ هات من الاخر. ماشي، بس بالراحة علي، ما تشحتفنيش كده. امال ضيفني الاول وبعدين اسألني وارد عليك. اتفضل اقعد كده حاف من غير تحية. وبعدين ماشي، بلاها التحية وبلاها القعدة ونجيب من الاخر. يا ريت. وبصراحة بقى الخمس دقايق فات منهم 2 وباقي 3. الموضوع باختصار ان زمايل الزنزانه والبرش واليمك طالبين تنظر لهم نظره حنيه. انت ربنا موسعها عليك، عملت عمليه سقع خدت فيها 10 سنين صفصفوا على 7.5، خرجت لقيت الخميره. دورتها في عمليه من اياهم جابت لك الطاقه 10 ومال. بارك الله في مرازك. احنا لا مؤاخذه لا بنق ولا بننظر في الشيء، احنا طالبين نظره بعين الرضا على رئيس محمد انديل. احنا خرجنا من سجن الحضره لقينا الدنيا كلها مقفله ابواب وشبابيك واي خرام تفوت هوا، وبتوع المكافحه اخر رزاله. الدنيا ضاقت في عناي، وانا ورايا كوم لحم اللي بره دول، كوم لحم بربيه، ده غيرهم وغيرهم. خلاص اللي عندك ومستني اللي عندك يا وصي. انا ما عنديش حاجه يا سانكر، كل اللي حيلتي حطيته شركه في ورشه وانا الشريك الصغير، واللي بيطلع لي من الشركه دي بيقضيني وبيكفيني، لكن ما بيفرضش حاجه للشحاته. وعشان كده بقى يا حبيبي تاخد اراضيشك اللي بره دول وتتكل على الله، وما تنساش تاخد الباب وراك. عندك يا وصي، انا جيت لك من الواطي وعلى الهادي، لكن انا بحر موجي عالي، في لحظه تلاقيني قلبت وقومتها نوه، ولازم تديني حق اللي عندك. حق ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ حق الزماله والحمايه. حمايه؟ حمايه يا صاحبي؟ انت فاكر ان انا لو كنت شلت ايدي عنك كان ممكن تعيش ولا تكمل المده في الاوتيل؟ يا سلام، ايه اللي بسطك وبيضحكك قوي كده؟ غباوتك. النقطة البايخة اللي جاي تقولها لي. شوف يا سانكر، أنا زمان في اللومان ضربتك علقة، ما افتكرش إنك أنت نسيتها، بس ساعتها كنت لسه غشيت. دلوقتي بقى أنا ممكن أضربك علقة تعجزك، وأراضيشك اللي بره دول مش هيقدروا يحموك، لأنهم هوا، بلالين منفوخة هوا. كده؟ ماشي. كتر خيرك يا أوسو.
ريحتنا وقطعت العشم واديتنا تصريح نتصرف معاك بالطريقة اللي تجيب حقنا. بس بقولك ايه، ادخل كمل نومك بس نام وعينيك مفتحة. إنه مش هيجي لا الليلة دي ولا الليالي اللي جاية. الدبابير كتروا جايين من كل اتجاه، والزن هيبقى على ودني. إيه الماضي مش قادر يبعد عني ويسيبني ويعتقني بقى؟ إيه اللي بيحصل في الفروع؟ كله بيتكنسل ليه؟ رد على التليفون يا شوقي. أيوه مين؟ ايوه عادي، ازاي الكلام ده؟ هاتها. كارثه يا فوزي بيه. في ايه؟ الفلوس المضروبه مالت الشركه وبقيه الفروع. يعني ايه مالت الشركه وبقيه الفروع؟ ازاي؟ البلاغات نازله تلف يا باشا. ادخل. الحق يا باشا البوليس. اهدى بس يا فوزي عشان اعرف افهم بالراحه كده. ايه ده؟ معقول؟ في كل الفروع وفي نفس الوقت؟ كارثة فعلا. لا 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 لا، مأمون عباس ما ينفعش في الحاجات دي. انا هكلم لك نجيب هو اللي يسلك. طيب هكلمه واقول لك. هجيلك. انت فين؟ طب اوكي يلا سلام سلام. ماله فوزي وكارثة ايه اللي انت بتقول عليها؟ كارثة يا مديحة وبكل المقاييس. 2,000,000 جنيه مضروبين اتسربوا لكل فروع شركة الصرافة وفي وقت واحد. البوليس شمع كل الفروع وقبض على فوزي وبيحققوا معاه هو وكل الموظفين اللي عنده. المسألة دي في منتهى الخطورة، والباشا الوزير طالب تقرير مبدئي. جاهز يا فندم. كاتبه ولا هتقوله شافه يا سيادة العميد؟ أنا هنسجل نقطة هقولها لسعادتك سريعا، وبعدين هكتب التقرير وهيكون جاهز للعرض على الباشا الوزير. تفضل. صاحب شركة الصرافة هو فوزي تركي ومعاه آخرين، والشركة مسجلة في البورصة وليها أسهمها، وتعتبر أكبر شركة صرافة في السوق، وشغلها كان دايما منضبط وملتزم بالقانون. واللي حصل ده مفاجأة بيفسرها فوزي في التحقيق على إنها مؤامرة ضده، الغرض منها غلق الشركة وضرب أسهمها في البورصة وإشهار إفلاسه هو شخصيا. ومين اللي هدبر المؤامرة دي ضدك يا سيد فوزي؟ السوق ده بحر مليان عتاب سعادتك، واكيد شركه من شركات الصرافه المنافسه عايزه تخرج شركه فوزي بيه من السوق. يعني شركات الصرافه المنافسه هتزيف فلوس بالكميه دي مخصوص عشان تدمر شركه الاستاذ فوزي؟ طيب تفسر ايه سعادتك ان الفلوس المزيفه راحت لشركه فوزي التركي ومفيش اي شركه من الشركات التانيه راح لهم ولو جنيه واحد؟ لانه قصدني انا بالذات. هو مين يا سيد فوزي؟ مفيش غيره سعادتك. ينتقم مني ويدمرني. سيد عبد الرب الموصي اشهر مزيف في ملفات الاداره، ولو ان ملوش غير قضيه واحده اتحكم عليه فيها بعشر سنين. خبرته وعبقريته في التزييف والتزوير خلته حاله نادره وفريده من نوعها. حاول قبل كده يجر ثلاثه من صحابه معاه في القضيه، منهم فوزي تركي، لكن مفيش حاجه ثبتت عليه. النهارده فوزي تركي بيتهمه بان هو ورا العمليه دي كلها. وسعادتك التقارير الأولية للفحص بتقول إن الفلوس اللي تم ضبطها اتزورت بإتقان مدهش، وده بيخلي فيه ربط على الأقل فنيا بين الأسلوب اللي تمت بيه العملية القديمة والطريقة اللي تمت بيها العملية الجديدة. صباح الخير. صباح الفل. على فكرة يا باشمهندس سيد،
كفاية الحرب ابنها، فاتوا عليك النهاردة الصبح قبل ما تيجي. وراحوا فين بعد كده؟ لا هما ما قالوش، بس أكيد في شقتها اللي اتنقلت فيها. أنا فعلا كنت مديها معاك، سبتهم يمشوا ليه؟ ما هو مش أنا، أنا اللي قلت لهم يفوتوا عليك وقت جاي يا بصين. ليه كده بس يا صلاح؟ معلش أنا ما كنتش أعرف. برضه راحت الجمالية تاني يا أم حسن. هتعمل إيه يا سيد يا ابني؟ راحتك الورشة ما لقيتكش. جت خدت البضاعة تسرح بيها، وخدت معاها حربي. أنا مش قايل لها قدامك إن أنا خلاص لقيت لها شغلانة ترحمها من الدوران في الشوارع. يخص عليك يا سيد، هي بتدور في الشوارع تعمل حاجة وحشة ولا بمزاجها؟ أنا ما قلتش كده، وده مش قصدي خالص. أنا بس قصدي إنها ترحم نفسها من المرمطة. وأنت هتشغلها إيه يا سيد؟ هتشتغل هي وحربي عندي في الورشة، وهيتعلموا بسرعة. هي شغلانة ملمومة، ويبقوا تحت عناية يا أم حسن. كتر خيرك يا ابني. قول يا سيد، هو حسن ما بعتلكش وقال لك هيجي قريب؟ ربنا يقرب البعيد يا ام حسن. يا رب يا ابني، انا اصل قلبي واكلنا عليه قوي، ودايما الوسواس يوسوس لي ان انا هموت قبل ما اشوفه. صلى صلى على النبي مهر يا ام حسن. الف صلاه على رسول الله. اتفضل انت روح ارشدك، ولما تيجي كفايه انا هبعتلك حرب يقول لك. حاضر. هقول لك اللي في ضميري وما تزعلش مني. شغل الورشه هيتعمل بنص العمال اللي عندنا، لكن انت وابويا بقى بص لها بصه انسانيه وبتقولوا انها بيوت مفتوحه ورزق مقسوم. ماشي يا عمنا، ربنا يقدرنا، لكن نجيب اتنين تاني يا عم سيد. معلش يا ابو صلاح، دول عندنا مؤقتا يعني، وبعدين انا اجرهم يتخصم من ارباحي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده انت الحكايه كلها ابو السيد. وبعدين اللي شايله رب ونشيله يا جدع، اللي تقمر بيتنفس. اهو ده صلاح اللي انا اعرفه. محسوبك يا عم. لكن ايه حكايه مؤقتا دي؟ انت شايف شغل تاني للست كفايه وابنها؟ مش كفايه وابنها بس، انا في دماغي مشروع يعني، ربنا يسهل كده ويحل لنا كل مشاكلنا. يا اهلا وسهلا. ده ايه المفاجأة الجميلة دي؟ طب الحمد لله انها مفاجأة جميلة. اصل انت كنت قايل لي جاي متأخر بالليل. معلش جدد حاجة بقى جابتني دلوقتي. خير ان شاء الله. اقعد. خير بإذن الله. انا جاي اكلمك بخصوص المبلغ اللي انت قلت لي فاضل من الفلوس اللي اخدتها من عمك ويخصني. اه موجود يا حبيبي، انت عايزه؟ اذا كان ممكن. الا ممكن، ده محطوط في البنك وديعة باسمك. انا حالا اجيب لك اختيارات الوديعة، وتقدر تروح البنك تفك الفلوس وتاخدها على طول. بس طمني الاول، انت عايزهم في ايه؟ ناوي اعمل مشغل او نور او مشروع كويس، وان شاء الله يدير الدخل معقول. طب هو المبلغ ده هيكفي؟ انا ليا واحد صاحبي في الحرانيه بيفهم قوي في الحاجات دي، هاخد رايه ونقعد نعمل ميزانيه. لو المبلغ ده ما كفاش بالتاكيد ادور على شركه. مشروع عالي يا سيد، وتفكير في محله. بس قولي بقى، انت هتفضل عايش في المكان اللي انت فيه ده؟ انت عارفه لو سالتيني السؤال ده قبل اسبوع كنت هقولك اه هعيش فيه، ما سيبوش ابدا، ما استبدلوش حتى بسرايا في سويسرا، لاني مرتاح فيه، مرتاح بالجيره والناس والشغل وكل حاجه بتبعدني عن الماضي اللي انا عاوز انساه. بعد الاسبوع حاجات كتير اتبدلت وتغيرت، الناس ما بقوش هم الناس، والماضي بعت اشباحه تاني تطرد. فتره الامان ما دامتش كتير يا زهر. تعالى يا سيد اقعد معايا انا وولادي، احنا محتاجينك. محتاجيني ازاي؟ اجي اقعد معاكي بمشاكلي وقلقي؟ ولا مشاكل ولا قلق، واي حاجه هنواجهها مع بعض انا محتاجه لك يا سيد. ولادي محتاجين لك، محتاجين اب، مش هنلاقي غيرك اب. اوعدك اني هفكر يا سنة، هفكر. بس لحد دلوقتي البوليس ملقاش حاجه ضده، بدليل انهم ما قربوش منه. ما هو البوليس لسه بيعمل تحريات، بس اكيد هيمسكوه. ما تبقاش واثق قوي كده يا فوزي، دول حتى ما بعتلوش يستجوبوه. دول 2 مليون جنيه عالم، ويا ريت جت لحد الفلوس. قال لنا الخراب مستعجل. طب والله العظيم والله يقتله. بالراحه بالراحه يا فوزي، احنا لحد دلوقتي ما فيش حاجه مؤكده، وجايز جدا يكون ايه؟ مش هو؟ والله لما تحلف لي على الميه تجمد ما صدق ان حد غيره. هو سيد القوس، واراهن بكل اللي فاضل معاه يا اخويا. فرضنا النور،
وبيني وبينك انا من جوايا متاكد انه هو، بس البوليس لازم تحريات، مش هياخد كده بكلامه. طب اقول لكم ايه، ما تيجوا احنا نساعد البوليس. ازاي نعرف مين نقرره؟ والنبي يا اخويا بلاش هطل انت راخر، ما احناش ناقصين. ليه لا يا فوزي؟ اذا كان سيد القوصي ماشي في سكه الانتقام يبقى هيدور علينا واحد ورا التاني وبالدور، وفي الحاله دي احسن لنا ان احنا نتغدى بيه قبل ما يتعشى. يعني اعمل له ايه؟ بقول لك هقتله. صح، ليه لا؟ هو ايه اللي ليه لا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ اكل ايه؟ احنا نشغل ده الاول بالعقل، نشوف هو عايز ايه، ناخده كده بالهدامه. اذا كان سيد القوصي طمعان في حته من الفطيره القديمه مفيش مشكله، نرميها له نتقي شره. اما اذا كان ناوي على سكه الانتقام ففي الحاله دي نسد على الطريق، نزنقه ونرجعه السجن تاني. وهنرجعه السجن تاني ازاي؟ كل سؤال وليه اجابته في الوقت المناسب يا فتحي. المهم دلوقتي احنا نعرف هو عايز ايه بالظبط، نساله. نساله؟ وهنساله ازاي بقى يا اخويا؟ نضرب له تليفون ولا نخطفه؟ الطرق كتيرة يا فوزي، ما تقلقش، ما تقلقش يا حاج. الله، فكرة تجنن عرب. الله الله على دماغك وتفانينه. ايه عجبتك بجد؟ اللي عجبتني ده انا وقعت في غرامها. خلاص ما دام وقعت في غرامها شخش في جيبك بقى، خش معايا الشريك، انا الفلوس اللي هوفرها مش هتكفي المشروع كله. اشاركك بس قول لي ناقصك كام على معاك؟ والله اللي معايا 50,000، يعني حق التجهيزات والبكر والانوال، انما الارض والبنى بقى مش هكمل. بالتقريبه سيد، يعني قول 100، يعني لو لقينا شريك تالت هتخف شويه. سيبني اقلبها في دماغي وان شاء الله يكون لي نصيب. الو، هاي فندم. سيد لحظه واحده، تليفون عشانك يا بسيط. بعد اذنك يا جنرال. هاي الو. ايوه. انت مين؟ انا بتاعت امبارح والنهارده وبكره، بتاعت كل يوم. انت عايزه ايه يا ست انت؟ عايزاك تعرفني. بعدين بقى؟ لا 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 لا، انا ما بحبش النرفزه. مش متنافس، بتكلم بهدوء. اتفضلي. ايوه كده حلو قوي. قفلت برضه زي امبارح. طب ما تقفلش، ما تقفلش، ما تقفلش ليه؟ خلاص قفلت. اطلبها تاني. اطلبها تاني زي ما انا وانا معايا نمره. اه صحيح، ده انا ما قلتلكش، انا كنت طالب خاصيه اظهار رقم الطالب من السنترال واشتغلت النهارده، والرقم قدامك اهو، اطلبها. بالرقم بتاعه؟ الله، عرف الرقم ازاي؟ ممكن يكون دخل خاصيه اظهار الرقم. بس ده ما كانش عنده قبل كده. ارد؟ لا استنى، ولا اقول لك ردي؟ ردي. الو، ايوه مين؟ سيد؟ سيد مين؟ لا انا ما اعرفش حد بالاسم ده، وما طلبتش حد اسمه سيد. اه واضح ان حضرتك طلبت النمرة غلط. لا معلش، حصل خير، بس ارجوك ما تطلبش النمرة دي تاني، انا مضطرية اقفل السكة. برافو، هايل زي ما يكون بجد. هو ايه اللي بجد وبهزار؟ انا عايز اعرف غرضك ايه من التمثيليه السخيفه دي. ايه يا ابو السيد، لسه معرفتش مين؟ بخمن، بس لو طلعت اللي بتطلبني دي هي اللي في دماغي. عاوزه مني ايه؟ مش معنى بتطلبني دلوقتي بالذات. استنى يا عم سيد. اهلا اهلا يا حارب، ازيك؟ اهلا بيك يا عم سيد. امي رجعت البيت وبعتتني لك. يا رب بقى ان شاء الله توصل معانا في الشغل. حسن ان شاء الله. طب يلا خش عند عمك راجل جوه في الورشه، هو اللي هيعلمك الصرف. يلا. تعرف يا سيد ان المشروع اللي قلت لي عليه رشف في دماغي، وكان في دماغي حاجه زي كده من زمان. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ومستعد اشاركك. بكره ان شاء الله هنزل البلد ابيع حته ارض واديك فلوسها. ايه ده ايه ده؟ تبيع ارضك ازاي بس؟ زي الناس يا سيد، انا في الاصل مش فلاح، ولا ابويا كان فلاح، ولاد عمي هم اللي فلاحين وهم اولى بالارض.
المهم انا كنت ناوي ابيع الارض حته حته لما اجهز البيت او حد من الصبيان يحتاج لمشروع ولا سكن. كل اللي هيحصل ان انا هقدم البيع دلوقتي قراطين وبعدين الباقي وقت اللزوم. ماشي خلاص ما دام انت شايف كده. اهو يا باشا اهو سيد الوسي اهو والورشه اهي. روح انت. انت سيد عبد الرب الوسي؟ اه يا باشا انا. خير يا حضره الظابط؟ انا صدر في واخد ولازم سابق في الجيش. انا عارفك على فكره، بس الموضوع اللي انا جاي علشانه انت مالكش علاقه بيه. انا معايا امر بتفتيش الورشه وبتفتيش بيتك يا سيد الوسي. شوفوا شغلكم. وانت روح مع باقي القوه افتح لهم شغلك وبعد كده هتتفضل معانا. اتفضل معاك على فين بالظبط؟ هيتفضل على السيد رئيس مباحث. انا مش فاهم سعادتك بتستجوبني عن ايه وبهدلت شقتي وورشتي بتدوروا على ايه، والاول اللي دخلت تفتش زي ما دخلت زي ما خرجت ما لقيتش حاجه. حاجه ايه اللي انت متصور ان احنا بندور عليها كناري؟ اللي قول لي صحيح انت مين سماك كناري؟ اهل مرادني يا باشا سموني كناريا علشان انا بحب عصافير الكناريا. بس حلو فيها مزيكا سيد كناري. الله، يعني حضرتك جايبني لحد هنا علشان تقول لي اسمي وتغنهولي كمان؟ لا يا سيد، انا جايبك النهارده عشان استجوبك عن شبهات اتجمعت في قضيه تزوير كبيره قوي. نعم. ايه سمعتنيش؟ بقول لك قضيه تزوير 2 مليون جنيه فلوس مضروبه فئه ال20، الورقه المفضله عند اخطر مزور في تاريخ مصر. طب انا داخل ايه بالموضوع ده؟ لا ابدا، انا قلت بس ندردش مع بعض كده ونستفيد بخبرتك يا اخي، ولا انت وراك حاجه؟ لا لا لا، انا صايع وتحت امر سعادتك. تفتكر مين ورا عمليه ضخمه بالشكل ده يا سيد؟ اقعد بس يا راجل اقعد استريح. عمرك يا باشا. هات شاي يا ابني الباشمهندس السيد، ولا تحب تاخد قهوه؟ لا متشكر قوي، كفايه عطف حضرتك عليا. شاي بسرعه. اعرف ما قلتليش. اقول لك ايه بس يا فندم، هو انا علشان غلطت زمان وعندي قضيه تزييف بقيت خبير تزوير، واي قضيه جديده ابقى انا المسؤول عنها؟ لا طبعا، بس القضيه الجديده دي بس ليها ظروف تلخبط شويه وتخلينا غصب عننا نفكر فيك. يعني الاتقان الشديد في تقليد الرسم، الاكلاشيه، اسلوب خلط الالوان، نفس الطريقه اللي استخدمت في قضيتك في 82، والاهم من ده ان كل المبلغ اللي تم تزويره راح لفروع شركه الصرافه بتاعت فوزي تركي مش لاي مكان تاني. طبعا ده صديقك القديم. لا ده عمره ما كان صديقي. على الاقل معرفه. هو مش فوزي ده برضو واحد من الثلاثه اللي انت اتهمتهم انهم شركائك في القضيه اللي اتحبست فيها؟ ايوه. يعني الموضوع كده في ريحه انتقام يا ابو السيد. شوف سعادتك، حياتك بتلف وتدور حوالين نفس النقطه. انا ماليش اي علاقه باي قضيه تزييف وما عنديش كلام اقول اكتر من كده. لكن احنا عندنا بقى يا ابو السيد. تعرف ايه دي؟ دي ورقة مسحوبة من على الكمبيوتر. بالظبط، دي رسالة جات لفوزي تركي على الايميل في مكتبه، مكتوب فيها بالهنا والشفا 2 مليون جنيه يا فوزي والجاي اكتر والامضاء كناري. ايه رأيك بقى؟ يا سلام، يعني هو ده الاكتشاف الخطير اللي خلاكم تستجوبوني؟ سعادتك مش شايف ان اي حد في الدنيا ممكن يسحب ورقه زي دي من على الكمبيوتر ويكتب فيها اي كلام ويكتب فيها اي امضاء؟ يعني ده اخر كلام عندك؟ المنطق بيقول كده يا باشا. واذا كان يعني الورقه دي تصلح دليل ضدي انا عندك اهو، اقبضوا عليا. استعجلش على رزقك كناري، واحنا وراك ومش هنسيبك. مرحب مرحب عرب، ليك طلعت ساق سليم اهو. ها طمنا يا ابو السيد، ايه الموضوع؟ كفاره هندسه. كفاره ايه يا حمار؟ هو كان محبوس؟ دي سؤالين ورد غطاب. قلقنا عليك يا كناري، كان في ايه؟ كان عايزين منك ايه؟ وكانوا بيفتشوا البيت والورشه ليه؟ ابدا يا بلبل، واحد ابن حلال قدم بلاغ من مجهول ان انا عندي مخدرات وممنوعات. طلعوا اذن من النيابه يفتشوا. خدوني سالوني سالوني ورجعت بعد اذنكم. ابويا راح لك يا ابو السيد. معلش هيسال هيقولوا له مشي هيرجع على طول. لا ما يقعدش هنا، بطلوه ده واسمعوه ده، ما ناقص كمان الا المشبوهين يقعدوا معانا.
صبرك عليه كمان شوية وهو هيقول حق برقبتي وحيطفش من المطرح. طب خد ايه ده؟ رز بلبن عامله لك بايديا تاكل سبعك وراه. تسلم ايديك تسلم ايديك يا مرات خالي يا حلوه جميله انت. معقول الراجل ده عنده 2 مليون جنيه؟ 2 مليون ده ايه؟ قولي 3 4. طب وشايلهم فين؟ هو في حد يغلى بيشيل فلوس؟ تشيلهم في البنك ولا عند اخته؟ اللي هو السمسار قال لي ان اخته دي مريشه واخر روان. ايوه ايوه شفتها جت هنا هي وبنتها. لكن اذا كانت عنده الفلوس دي كلها يقعد في الحته دي ليه؟ ده اجدع مطرح يدرى فيه. بس كناريا ده مخ. بقول لك ايه؟ ما تسلطي عليه بنت اخوكي. قصدك ايه يا عاجب؟ هي عازبه وهو عازب والست جميله وحلوه وشايفه هو طالع وشايفه هو نازل واكيد يعني عينيه زغت عليها. لا حرام عليك. ان كرهتهم ما تكذبوا عليهم. الراجل من الناحيه دي من ساعة ما سكن هنا ما شفناش عليه حاجة. ما تضيعيش الفرصة يا مرات خالي. بس انت وشطارتك بقى. يعني اقول للبيت شغليه في الطلعة والنازلة وبصبصيله؟ اسلكي معايا يا مرات خالي وفهميني. ولا اقولك سيبي الحكاية دي عليا وانا اقنعها. انت عارف انها تقبل العامة ولا تقبلكش؟ الا بالمناسبة هي فين؟ راحت عند صاحبتها بنت الفواخري. انا ما كنتش مصدقه لما لقيت البوليس داخل يفتش الورشه والبيت. تعرفي انه صايب عليا قوي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ليه ايه يا ليلى؟ سيد ده راجل نظيف حساس. عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه من ساعه ما جه شارع المرض. بالعكس كان دايما خادم الصغير قبل الكبير، واقف جنب الضعيف ومجامل الكل. بس تاريخه هيفضل لازق فيه زي الوحمه، وماضيه هيفضل في عينين الناس، ومفيش حد هيفتكر كل الحاجات الحلوه اللي انت قلتيها. كلهم هيفتكروا بس ان هو الراجل اللي زي في الفلوس واللي على قلبه ملايين من الجرائم. تفتكري البوليس جه يفتش عشان جريمه تزييف جديده ولا عشان بلاغه عن ممنوعات زي ما سيد بيقول؟ دي ولا دي يا سهام؟ ما الاثنين تهمتين ما يشرفوش. سوري انا بس جيت اقول لك. ايه في ايه؟ اصل ماما قالت لي روح قول لسيد كناريا ان هي عايزاه، بس ما قلتش لبابا ولا لابي صلاح. وماما عايزاه في معرفش. ايه رايك اقول له ولا انزل وارجع واقول لها ما عرفتش ابلغه؟ استريح يا استاذ سيد. يريح قلبك يا استاذ صلاح. انا بس عايزه اقول لك كلمتين قبل صلاح وابوه ما يجوا. اتفضلي. انت ليك جميل في رقبه صلاح لسه ما قدرناش نرده، بس انا طمعانه في جميل اكبر. ده انت تأمرين يا استاذ صلاح. انت عارف يعني ان صلاح لسه في بداية تكوين مستقبله، عايز يعمل اسم في السوق من غير شوشرة ومن غير يعني ما يتنطور الكلام والإشاعات حواليه. فهمت فهمت. أنا خليني يا ابني أكمل كلامي. أنت عارف طبعا إحنا عمرنا ما عمنا على عم الناس اللي بيلسنوا عليك في الشارع، وصلاح وأبوه ما عندهمش فكرة عن الكلام اللي بقولهولك ولا اني هقوله لك من اصله، وبترجاك ما تجيب لهمش سيره. انت عارف يعني هما بيحبوك قد ايه، ولو وصل لهم كلمه من اللي بقولها لك دي هتبقى واقعه ويمكن يبقى فيها خراب البيت. لا لا قدر الله يا استاذ صلاح. اطمني، اتاكدي ان مش هوصل لهم حرف واحد من اللي قلتيه، واوعدك ان انا هتصرف. انا الحقيقه مش عارفه انت هتعمل ايه يا استاذ سيد، بس انا واثقه فيك. سيبيها على الله، ربنا ولا هي الحل. كتر خيرك. عند اسمك. مع الف سلامه. نفس الراجل وصدت ايه يا كبدي، وشرح لون وجه لون ومش يتكفى. ماما الكلام اللي بيقوله موتي ده ايه؟ صح؟ ايوه صح. انا ما كدبتش عليكي في حاجه.
انت قاعد هنا بتتصنط. قلت لهم ايه؟ قلت لهم اللي سمعته وفهمته، ان حضرتك طلبت من عم سيد بصنعة لطافة انه يبعد عن صلاح اخوي. ازاي ماما تعملي كده؟ وازاي تتصرفي من نفسك كده ولا حتى تاخدي رأي بابا ولا صلاح؟ انا عملت اللي شفته في مصلحة اخوكي. كبسة البوليس على الورشة وكلام الناس اللي هيتقال والظنون اللي هتحاوط اخوكي وشريكه. يعني عملتي حساب كلام الناس والظنون وما عملتيش حساب مشاعر الراجل اللي انقذ حياه ابنك ودخل بيتنا وبقى واحد مننا؟ وسمعتك انت كمان يا ليلى. مالها سمعتي؟ ايه دخل سمعتي في الموضوع؟ انت مش على وش جواز. اي واحد هيتقدم لك ويسال عن اهلك مش هيعجبه ان اخوك يبقى صاحبه وشريكه يعني؟ ما ان شاء الله ما عجبه يا ماما، دي اخر حاجه نعمل لها حساب. وبعدين احنا دلوقتي مش بنتكلم على الغندور اللي ناوي يجي يتقدم لي، بنتكلم على الراجل اللي انت جرحتي مشاعره. خلاص يا ليلى انا غلطانه. عملنا ايه بغلطانه؟ ما هو كلام، مجرد كلام. كفايه كده يا ليلى، ما تضغطيش على طنط اكتر من كده. بصراحه بقى ماما عندها حق. نعم يا اخويا انت كمان. ايه يا ابله ليلى انت كمان دي؟ خلاص روح شوف مذاكرتك يلا. عايزه مني ايه تاني يا ليلى؟ عاوز منك يا ماما، ما اللي حصل حصل وخلاص. انا هلبس وانزل دلوقتي انا وسهام ونروح له ونطيب خاطره ونخفف الموضوع ده. ايه اللي ممكن اعمله؟ ازاي افضل الشركه بيني وبين صلاح وابوه من غير ما حد يحس ان الست همتها هي السبب؟ ايه الحجه اللي هقولها لهم؟ استاذ سيد. اهلا وسهلا. اهلا يا مدموزيل. اهلا يا استاذه، اتفضلوا. معلش احنا اقتحمنا خلوتك. خلوت ايه؟ لا خلو ولا حاجة، اتفضلوا. يعني مش هنعطلك عن حاجة؟ حتى لو عطلتوني العطلة ما تبقاش عطلة ما دام شرفتوني. شفتي بقى ده اسلوب واحد زعلان. ومين ده اللي زعلان؟ انت يا استاذ سيد، وليك حق طبعا تكون زعلان، وانا جاية مخصوص عشان اصالحك. عجمي، احنا هنقعد كده ونسيبهم فوق من غير ما نعمل حاجة؟ انا مش فاهم البنات رفعوا برقع الحياة ليه؟ خلاص انا هتعكلم. بلاش تهور يا مرات خالي، سهام بتتخانق معاكي وانتي ما بتقدريش عليها. طب اطلع انت اعمل نفسك سمعت صوت على السلم وطلع تشوف ايه الحكايه. لا لا، كناري ايده طويله وطرشه وانا ما اقدرش عليه. سلام عليكم. اما راجل خسع بصحيح. ست همك ما قالتش غير الحقيقه اللي ما كانش لازم تغيب عن عيني لحظه واحده. بالعكس، ده انا لو زعلت منها بغلطان. ما تبصليش كده، انا بقول اللي انا حاسه بجد. وانت ناوي تعمل ايه؟ قبل ما تشرفوني كنت بفكر ازاي افض الشركه بهدوء. مفيش حاجه هتتفض يا استاذ سيد، والشركه اللي بينك وبين اخويا صلاح هتفضل زي ما هي. ده امر يا مدموزيل. ايوه امر، امر بترجاك تنفذه. اقول للمدموزيل ايه يا استاذه؟ بس ما تقول لهاش حاجه، وارجوك تخلي كل شيء على حاله وانسى خالص كلام طنط همة. واذا كنت مش مقتنع؟ خلاص يا استاذ سيد اعمل اللي انت عايزه، انت حر. يلا بينا. مموزيل. معلش هي كده. حقك عليا يا سيدي، انا غلطان. انا جيت انورك عشان تتصرف مع المزمزيل اختك. لا ديد عليك ومش همك، خلاص انت حر. استنى يا صلاح. جاي عايز ايه يا برش؟ جاي تبلغني ان بنتي ليلى عند سيد كناري؟ طب ما احنا عارفين، ولعلمك بقى سيد كناري ده في منزله عمها او ابوها بالظبط. مخك الفخدي مش قادر يستوعب ده. انا مستعد انضفهولك واعدلهولك واقلبهولك. لا 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 خلاص، مخ الفاضي استوعب كل حاجه وفهم كل حاجه. سلام عليكم يا ساتر. دي ايه اللي وداها هناك دي؟ جرايه صلاح، دي ليلى اختك. عارف حضر الصوح، وعارف كمان سيد كناريا. بس الناس. ناس مين؟ ام البرش والعزاوي وخلف والتركي والرومي، هم دول الناس؟ دول مش ناس. واللي بيحصل اليومين دول حوالين سيد كناريا دي محنه، ومش محنه له لوحده، دي محنه بينا كلنا. عشان كده لازم نبقى فايقين وواعيين اللي بيحصل عشان ما ندخلش ونلخبط الامور في بعضها. فهمني يا ابني. فاهمك.
ايه يا بنتي بس؟ مفيش حاجة يا سام، هنا بتسيبينا روح. لا مش هتروحي لما تهدي خالص. انا بس اتوترت زيادة عن اللزوم وعصبي فلتت مني، وللأسف اتكحلها. لا ده انت حكايتك حكاية. يا ليلى الدلع ده اخوكي مستنيكي عشان تروحي معاه. هو بابا رجع البيت؟ ايوه. هو اللي قالك تندهلي؟ لا هو سهل عليك يا ماما، وماما قالت لي انزل اندهلها. انت عرفت ازاي ان انا سهال؟ ما لقيتكيش عند سيد كناريا، يبقى قلقاكي فين؟ حاجه بالعقل برضه. ليش يا بابا؟ مالها العربية يا ولد؟ ما البلد مليان عربيات أدع منها. أصل دي نفس العربية اللي جت قبل كده. فاكر الناس اللي جم صاروا على سيد كناريا؟ والله زمان.